حسام عاشور اتفاجئت برحيله عن النادي الاهلي؟ اتفاجئ ازاي وانا قايل الخبر هنا مكانك؟ مش فاكر يعني طبيعي. انا لما اتكلمت قبل ما انت تيجي وقلت له، لما بقول لك جلسه خاصه كابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ للتجديد للاربع لاعبين، انا في لما طلعت على الهواء قلت ان هيجددوا الاثنين احمد فتحي ووليد سليمان، واثنين لازم يشوفوا لهم صرفه من دلوقتي، حسام عاشور وكان قبل الكلام ده وشريف اكرام. وبعدين دي مش جديده، دي معروفه يعني، النادي الاهلي في الحته دي مالوش عزيز. وانا بس كنت عايز حاجه، ان واحد بقيمه، والكلام ده بوجهه لحسام عاشور. حسام بكلمك بمنتهى، انت طبعا عارف ان انا بتكلم عليك كويس ومقتنع بيك تماما، ويمكن ما فيش حد كان بيتكلم عليك كويس غيري، وكنت دايما الناس بتنتقدني عشان بتكلم عليك، يقولوا لي ازاي وفين نني وفين طارق حامد. فانا بصراحه يعني انا كنت شايف ان ده من احسن الديفندرات اللي جت في مصر. فانا هقول لك كلمه لله وللوطن، واحنا داخلين كمان على كورونا وفيها مصارحه، يعني ما تغلطش غلطه اي لعيب بطل في النادي الاهلي، انت بالذات مش اي حد. ممكن احمد فتحي يروح عادي، ممكن حتى لو المبالغ ايه، انت لا، لان انت ابن النادي الاهلي. والكلام ده عشان بس ما حدش يقول لك شعارات والكلام ده، انا اقولها لك بس بحته تانية، انت مش صاحب مهاره. يعني مثلا هنقول مثلا لما عبد الله مشي بيعرف يشوط على الجون، بيعرف يعمل اسيست، بيعرف يجيب فاول، انما انت مستك بتقطع وتسلم، مين هياخدك عشان تقطع وتسلم؟ فانا بقول لك خلاص احمد ربنا. وهو طبعا انا معاك ان هم ما قدركش، وكان مفروض زي ما كابتن الخطيب قعد معاك امبارح، كان مفروض هو اللي قعد معاك قبل ما يعلنوا الخبر، لان دي هتفرق هو كتير. ايه الفرق ما بين ان هو يقعد معاه قبل ولا بعد؟ لا لا لا، ده إيه فرق كبير. ما هو قعد معاه، يعني انت مثلا هتقول لي عم حارس يقعد معايا ويقول لي حارس له له كل الاحترام والتقدير، بس احنا بنتكلم، يعني احنا كل شويه بقى نقول عم حارس ده رمز، ده رمز من في النادي الاهلي، حضر اجيال كتير. وانت حضرتك طبعا هو كده بتريق عليه عشان بس الناس ما تفصلش. لا 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 لا، انا قصدي راجل محترم جدا. انا يا حبيبي اقسم يعني بالله عم حارس ده انا بموت فيه، وهو عارف انا دي مش كلام ترياق، انا بتكلم في حاجه. ما هو انت دلوقتي بتاخد قرار مصيري، تدرج وظيفي يعني. بتاخد قرار مصيري، ما ينفعش لا الكابتن زكريا ولا الكابتن محسن صالح ولا الكابتن خالد بيبو هم اللي بلغوه. لما هتيجي من الاب او رئيس المنظومه وهيقعد معاك بعد ايه؟ ما هو قاعد. لا انا عايز النادي الاهلي يحترم كل من بيبطل، انا لسه قايل الكلام ده من فتره. ما هو الراجل قاعد معاه امتى؟ بعد ايه؟ مش مهم، المهم لا 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 لا، معلش بتفرق. يعني انا دلوقتي مثلا اقول لك امشي اسلام ولا لازم؟ طيب لو كان قاعد معاه قبل هيتقال ان الخطيب بيتدخل في شغل الجهاز الفني. لا لا لا، هيقول له انت هتمشي وهنعمل لك ماتش اعتزال والكلام ده، مش عاجبه وبراحته. بعد ما الخطيب القامه والقيمه قعد معاه، اضرب دماغك في الحيط بقى، انت عايز ايه تاني؟ طيب ما الراجل قاعد معاه. امتى؟ بعد ايه؟ بعد ما الدنيا لهلبت والدنيا قال لك ما احترموش تاريخي واتكلم كذا بوست يولع الدنيا فيه، واخد بالك؟ لا، هي انا شايف من وجهه نظري حاجه زي كده، النادي الاهلي ما بيحترمش اي حد في الحته دي يا اسلام، اسمع اللي بقول لك عليه. احنا ليه ما بيحترمش؟ ايوه، هات لي واحد مشي معاه ورئيس النادي قاعد معاه، مهما كان عمل تاريخ للنادي او ما عملش تاريخ. ما بص، عشان ان انت تاخد الموضوع بصدر رحب وتبقى مقتنع، لازم رئيس الشركه هو اللي يقول لك، مش هقول لك بقى رئيس النادي، هو اللي يقول لك شكرا وانت قدمت معانا خدمات جليله، بنشكرك على الفتره، وانت ليك الحريه. ليه ما تقولش ان الخطيب سابه يفكر يا حبيب قلبي؟ فتره هو ده لعيب صغير دخل، وبعدين لما لقى الامور فيها لغط حب ان هو يقعد معاه. انا مش بمرر. بص، انا طالما هو دلوقتي الخطيب ده رئيس مين؟ رئيس النادي الاهلي. حسام عاشور كابتن ايه؟ كابتن النادي الاهلي. يبقى التقدير يبقى فين؟ لما هاخد قرار زي ده، حسام تعالى احنا بنكرمك وهنعمل لك ماتش اعتزال، وان شاء الله بامر الله انت هتبقى من الناس الفتره اللي جايه في الاداريه، في الفنيه، في اي حاجه. طيب وانت ابن النادي. في الحاله زي دي لو قال له لا، خلاص بقى اضرب دماغك في الحيط. طيب يبقى انت عداك العيب واذى، يبقى انت كده خلصت مسؤوليتك. لما الخطيب يرجع فكره يعني المباريات التكريم اللي كانت ملغيه قبل كده،
ولما يقول له ان احنا بعد هنتكفل استنى بس، بعد ايه؟ بعد الدنيا ما لهلبت، انا عايز قبل اللهلبه دي. انت عارف هو لو ما كانش قال له هنرجع لك الماتشات اللي هي بتاعت الاعتزال تاني، هو بيقول له هنرجع لك ماتش الاعتزال تاني ليه؟ وهنستثناك انت من القرار ليه؟ عشان حاسس ان هم غلطوا. ايوه بس الخطيب ما بيتحركش وفقا للسوشيال ميديا مين اللي قال الكلام ده؟ طب اتحرك ليه؟ ما هو لو ما اتحركش ما كانش عبره. لا في اولويات ما في، يعني ممكن هو والنبي والنبي سيبك من الكلام الكبير قوي ده، عشان الكلام الكبير قوي دوت بيخنقنا. اسمع اللي بيقول لك عليه، هو اتحرك عشان السوشيال ميديا كلها اتحركت، الدنيا ولعت، وبدا يقابله بقى بالجفاء ان ازاي كابتن الفرقه ولعب 500 ماتش وازاي يرموه بالشكل دوت وينوه بالشكل ده. فعشان كده الخطيب قاعد معاه، انما هي من البدايه ومفروض هم يبقوا الحته دي عندهم السنس ده الفترات اللي جايه. اي حد حتى بيبطل ادى للنادي ما اداش للنادي، يا عم الكابتن محمود الخطيب يقعد معاه، هي ده تخسسه؟ اشمعنى لما انت بتروح وكنت بتيجي مثلا عايز تجيب لعيب بتقعد معاه الخطيب عشان يعمل له الصدمه في الاول، اعمل له الصدمه كمان وانت بتبطل. طيب ده بالنسبه لحسام عاشور. ما بص، بطل في النادي الاهلي انت لعيب مش مهاري، يعني انا بقول لك بطل في النادي الاهلي لانك انت هتلعب قد ايه في اي حته ومش هتحقق بطولات. يعني مثلا لو رحت نادي الزمالك مثلا او نادي بيراميدز، مش هما دول اللي معاهم الفلوس وهياخدوك؟ لا نادي الزمالك نفع، يعني هيدوك فلوس، لا هتجيب جون هيفتكروك بيه، ولا هترقص ترقيصه الناس هتقول لك فاكر الترقيصه كذا، واخد بالك؟ فانت انا من وجهه نظري يا حسام بطل وارضى بنصيبك وما تخرجش من بيتك.